السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ديدادو. انا ديدا، واليوم جيت نشارك معكم الفرحه تاعي بوليدي كي ما جاب السانكيام. مبروك عليه، مبروك كامل على وليداتكم اللي جابوا السانكيام، والعقوبه ان شاء الله كي نفرحوا بتاع البوام والباك. كما راكم تشوفوا هذا شويه من الاجواء تاع الحفل تاع وليدي، اللي ان شاء الله الوصفات اللي عجبوكم ولا نتشاركوهم للاستفاده ان شاء الله بالافكار. الوصفة الأولى اللي راح نبدأها لكم سيبيا المخبز اللي درتو على شكل قلم. نبدأو نرحيو الجوز تاعنا، لازم يكون هكا مرقيق بزاف، مخشين بزاف. من بعد نعبرو 3 كيسان تاع لوز معمرين بيان، كاس تاع سكر، زاز تقد ما ديرو بيان فوق مغرفة كبيرة ماذا بيكم، والبيض باش نلمو بيه على حساب الحجم. نبداو نديرو اللوز تاعنا، نزيدو كاس السكر والزازت ونخلطوهم بيان بيان مع بعضهم. من بعد ما يدخل هذاك الزازت والسكر في اللوز مليح مليح، نبداو نزيدو البيض ديالنا. نبداو بحبه بيض كومبلي ونزيدو زوج صفار، نخلطو ونشوفو اذا تلمنا مليح ولا لا. لا كما قلت لكم على حساب البيض، من داك تكون حبه كبيره يكون غير هكا يكفي. السر الاول تاع المخبز باش يجي كصفر وطري الداخل ومعسل، هو انه ديري حبه تاع بيض هي الاولى، ومن بعد تولي تضيفي في الصفار باش يجيك صفر اللون تاعو الداخل ويتعسل. والسر المهم ثاني سيبيا هو السكر كريستاليزي، ما ديروش سكر غلاس داخل مع اللوز. من بعد نطمو كما انا طميت، من بعد شتها بلي مازالت ماهيش العجينه تاعي ليس، زدت لها صفار واحد اخر. هكاكم تشوفوا كيفاش كلمت لي بيان، ودركا نديروها ما بين دو فيلم اليمونتير ونفتحوا لو كاري تاعنا باش نبداو نشكلوا الحبات تاع المخبز. اذا ما عندكش بابي كويسون تقدري ترشي بشويه تاع فرينه باش ما يلصقلكش في الحلال وتفتحيها عادي. مينا نفضل البابي كويسون باش المخبز تاعنا يقعد معسل اكثر خير ملي نديرولو الفرينة. المول اللي استعملته انا الطول تاعو 8 سنتيم والعرض تاعو 3 سنتيم، والارتفاع اللي درتو تاع المخبز تاعي هو 2 سنتيم. كما راكم تشوفوا نديروه في الفرينة باش ما يلصقلناش، ونبداو نقطعو. اهم سر في المخبز سيبيا انه نديروه عالي باش يجي معسل، او ميم طون ما نديروهش رقيق باش ما ينشفناش في الفوخ. من بعد ما نقطعوه على هذاك الحجم نديروه في السنيوه، نزيدو نحيولو الاطراف هادو باش يولي الشكل تاع القلم تاعنا كما راكم تشوفوا غير هكا بالموس، ونعاودو نطمو كامل هذيك العجينه ونزيدو نديرو بها حبات واحد اخرين. ومن بعد نديروه في الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق سوا سوا. كما راكم تشوفوا هاي السنيوه تاعنا كي درتها في الفرن، من بعد 10 دقائق شوفوا كيفاش بيضنا المخبز تاعنا وبدا ينشف، وتصيبوه غير شويه صفر مع من تحت، ما تفتحيش عليها وترفديها باسكو تكون بزاف خفيفه، خليها حتى تبرد بيان. ومن الافضل ديريها الصباح وتخليه يبرد حتى الحشيه باش تطلي. للطليه درت انا شويه تاع طليه بيضه باش درت القلم من الفوق، كما راكم تشوفوا درت مغرفه تاع بيض بيض، مغرفه تاع قارص، وزوج مغارف تاع مزهر. ومن بعد ضيفي السكر حتى تحصلي على طليه ماشي خفيفه حتى تهبط، وماشي ثقيله تاني باش تعذبك باش تطلي.
بعد ما تحضري الطليه وجدي سنيوه والقرياج باش ينشف المخبز، درت شويه تاع الطليه في اناء صغير باش يعاوني، وكما راكم تشوفوا المخبز تاعي كيفاش صفر وكيفاش طاب. من بعد ضغط صغير هكا باش القلم تاعنا يجي فيه البيض، وتهزي باش ينزل شويه هذيك الطليه ويروحوا هذوك لي بولدير، ومن بعد تحطيها تنشف وتكملي هكا حتى تكملي الحبات تاعك. من بعد تعاودي تحضري الطليه تاعك اللي راح ديريها اي لون، انا درتها زرقاء على حسب الديكور اللي درتو. بنفس الطريقه نصف فنجان تاع بياض بيض، نصف فنجان تاع عصير قارص، وفنجان تاع مزهر، وزدت له السكر باكي تاع سكر، والملون ما تنساوش تحلوه في المزهر باش ما يجيش الكوار هذوك تاع اللون ويجي اللون كامل وموجهد. نخلطو حتى نتحصلوا على اللون اللي رانا حابينه. من بعد انا جبت هذيك السباتول باش تساعدني، حطيت عليها وبالمغرفه فرغت عليها الطليه، ومن بعد هزي باش تنزل كامل هذيك الطليه وما تجيناش خشينه بزاف الطليه تاعنا كما راكم تشوفوا. هاي الحبه تاعنا كيفاش ولات، ترفديها وتخليها تنشف. زدت لها شويه انا من القدام وزينتها بهذوك الحبيبات الزرقاء، تخلوها ليله كامله ماذا بكم. غدوه من داك باش نحيو لهم الكلاصاج من تحت كما راكم تشوفوا، تقدروا تحيو بالموست ولا غير تفوتيها على الكرياج هكا وسي بون. وهكا الحلوه تاعنا هي واجده، غير نزينوها شويه بالناكري، انا درت دوغي، تقدري ديري اغونتي، ومن بعد نديروها في الكيسات وشهية طيبة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، وإذا كاش معجبكم من الفيديو الآخر قولوا لي باش نزيد نبارطاجي معكم الأفكار. كما راكم تشوفوها هو المخبز تاعنا كما قلت لكم، يجي معسل بهذاك السكر اللي درناه والصفار وبيان سور لي بيسور، والوقت الوقت تاع 10 دقائق لازم.